بسم الله الرحمن الرحيم. تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محمود جمعة وسلما اليوم مديرية أوقاف بني سويف عدد 2 طن من اللحوم صكوك الإطعام لتسليمها لمديرية التضامن الاجتماعي في بني سويف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، والله ولي التوفيق. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، تتسلم مديرية أوقاف التقالية الدفعة الرابعة وقدرها طن ليكون إجمالي ما وصل إلى مديرية أوقاف التقالية 8 أطنان. ثم تقوم مديرية أوقاف التقالية بتسليمها إلى مديرية التضامن لتتولى مديرية التضامن توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، وجزى الله القائمين على إنجاح المشروع خير الجزاء، وكل عام أنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، اليوم تتسلم مديرية أوقاف المنيا زنة 2 طن من سيارة الوزارة لتسليمها للتضامن الاجتماعي لتسليمها للأسر أكثر رعاية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا، وأصبح الآن ما وصل إلى محافظة المنيا 14 طن حتى الآن. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. نشكر معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير أوقاف على اهتمامه بمحافظة المنيا ومديرية أوقاف المنيا، وكل عام وحضراتكم بخير.